لا ما لناش هنا يعني التلقيح اللي شفنا في كثير من البلدان ماذا حدث بعد محاولة رجع إجباري، ولكن أنا نظن باللي في الوقت الحالي مع توافد المواطنين أكثر فأكثر، أنا نظن باللي الحملات التحسيسية بدأت يعني تعطي ثمار تاعها. أنا يربط المعهد باستور بالشريك الصيني اللي فيه أكثر من 17 مليون جرعة زائد عدد الجرعات الأخرى من سبوتنيك وماذا تلقينا في مؤخرا. طمئن المواطنين أن العقد موجود واللقاحات موجودة، ويوم الخميس المقبل سنستقبل مليون جرعة أخرى زائد الكوفاكس ونستقبل 5 ملايين جرعة. لحد الآن رانا في تقريبا 8 ملايين جرعة، يعني ف حوالي 7 ملايين و 800 ألف. الآن فتنا تلقيح مليونين ونصف، فبالتالي نظن باللي الأيام القادمة راح يزيد يرتفع.